هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام مع عشاق الأصالة يتجدد اللقاء بحضراتكم في كل مكان، ونحييكم بأجمل تحية وهي تحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المهرجان الغالي، في هذا المهرجان الذي يحمل الاسم الغالي مهرجان زايد التراثي، مرحوم يا زايد عسى الخلد ماواك، يا الغايد الراحل لله طوعي، يا طيب السيرة عسى يطيب ثراك، ندعي لك المولى سجود وركوعي، يوم تذكر رفع كفك ويمناك. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة، في اليوم الثاني على التوالي ينطلق هذا المهرجان وهذه التحديات الجميلة. في الشوط الثامن في اللقاية، لقاية ابناء القبائل، لقاية ابناء الخليج، ينطلق هذا الشوط ليحمل المحليات الأصايل. نتقدم مباشرة إلى المراكز الأولى لنطالع ونتابع المراكز الأولى تقدم في هذه اللحظات وتقود المشاركات بجدارة وبتحدي جميل ورائع. هذه مشاهدينا متابعينا الكرام تعود ملكيتها العاطف بن عطله بن حسن العج الذي تنطلق بالمركز الأول، بينما تليها في المركز الثاني تتقدم الشاهينية، الشاهينية خالد بن راشد بن سالم المري على المركز الثاني، بينما المركز الثالث هناك دخول على ثالث المراكز في هذا الاندفاع. وهذه الشعارات العملاقة والقوية هناك من الجانب الآخر، ولكن شوف الدخول وشوف الأسماء العديدة والكبيرة في هذه اللحظات. وهذه الهبيبة أحمد بن مبارك بن يمع الخيالي تدخلت في هذه اللحظات، ولكن شوف الدخول في هذه اللحظة مشاهدين العزاء ووصول النصيبة لعلي بن يمع بن علي بن حمد الدرمكي تدخلت كذلك في معمعة هذا الشوط. يا سلام، وهناك الوصول في هذه اللحظة في هذا الاندفاع الكبير والرائع. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام دخول في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. ما شاء الله، شوف الأسماء وشوف الشعارات المتقدمة في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع. يا سلام، نعود إلى المركز الأول وتسيطر هناك 145 رغمها شعار بالكيلة على هذا الاندفاع، ولكن شوف الدخول مشاهدينا متابعينا الكرام تدخلت في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام، قمرية أحمد بن سالم بن مبارك الكتبي في هذا الانطلاق ودخول كذلك، فذلك دخول في هذه اللحظات من هذه الأسماء ومن هذه الشعارات ومن هذه الانطلاقات. يا سلام يا سلام، هناك من حاب عبد الله بن علي بن سلطان الكتبي كذلك تتدخل في هذه اللحظات. هناك شعار بالحب كذلك يتدخل مع المركز الثالث بدخول قوي ورائع للقاية. يا سلام يا سلام يا سلام، شوف الشعارات وشوف الأسماء وشوف التحديات. يا سلام، في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الجميل والرائع على أرضية هذا الميدان وانطلاقاته. نعود إلى المركز الأول، إلى الانطلاق الأول في هذا الاندفاع وفي هذا التحدي الجميل. يا سلام يا سلام، هناك من حاف على المركز الأول عبد الله بن علي بن سلطان الكتبي تتقدم إلى المركز الأول، بينما بالحب هناك يتقدم مع شواهين، بقول شواهين. يا سلام يا سلام يا سلام، شعار بالحب يتقدم على المركز الأول. محمد بن عبد الله بالحب العامري هناك على الانطلاق الاول والاندفاع الاول، بقول شواهين تسيطر على مقدمة الشوط واللي هي ملوح تقود المشاركات. مبارك بن محمد بالحب العامري سيطرت على مقدمة الشوط وقادت مسار هذا الشوط بجدارة وبأداء جميل، بينما المركز الثاني ثاني المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع
الجميل لعبد الله بن سعيد بن عامر النيادي هناك على المركز الثاني في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. ثالث المراكز تتدخل في هذه اللحظة بحور 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 سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الحبابي على المركز الثالث، ولكن ثالث المراكز وصلت في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع. يا سلام سرابة في هذا الاندفاع والانطلاق. فاضل بن راشد بن سالم الشامسي تتدخل في المركز الرابع، الموقف خطير وحساس. يا سلام وهناك السيطرة، هناك الانطلاق في هذه اللحظات. مشاهدينا متابعينا الكرام، من ملوح مبارك بن محمد بالحب العامري تقود المشاركات وتقود التحديات. بحور بحور على المركز الثاني، سعيد بن حمد بن مصلح الحبابي على ثاني المراكز، بينما الشعار الأولمبي هناك ينطلق الحذر، الحذر محمد بن حمد بن رضة العامري في هذا الانطلاق، بهذا الانطلاق في هذا التحدي. يا سلام يا سلام يا سلام، وصلت جميلة، وصلت جميلة سالم بسعيد بن سيف بن علي الاكتبي. يا سلام في هذا الانطلاق على المركز الرابع، الموقف حساس وخطير للغاية، وملوح لا زالت، ملوح لا زالت مع هذا الاندفاع. يا سلام يا سلام، مبارك بن محمد بالحب العامري تقود مسار هذا الشوط بجدارته، تقود مسار هذا الشوط بانطلاقاته، بينما شعار شعار بن شلويح هناك يتقدم مع الحذرة، مع الحذر محمد بن حمد بن شلويح العامري على المركز الثاني، بينما شعار بالكيل هناك مع هذه الشهام، الشهام الشهام سعيد بن عوض بن بالكيل العامري. يا سلام، شوف الوصول، شوف الوصول، الدكتور هناك وصل، وصل على المركز الثالث اللي هي لبة، لبة محمد بن سلطان بن رشيد، ولكن بن شلويح، بن شلويح يا سلام مع الحذرة، الحذرة 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 الحذرة، نعم الحذرة، الحذرة محمد بن حمد بن رضة بشلويح العامري يتقدم مع المركز الأول، يحمل السلامات هناك مع هذه الانطلاقات للمصانع الجنوب، في الجنوب وفي الوقن. تهانينا يا بن شلويح على فوز الحذرة. تابع يا بن لحوش، تابع هنا يا سالم في هذا الاندفاع. يا سلام المركز الأول، بينما المركز الثاني لمبارك بن محمد بن حب العامري، المركز الثالث، المركز الثالث لسهيل اليبهوني او هناك لعلي بن سهيل اليبهوني، وصلت في المركز الثالث. المركز الرابع بنشوف لبى في المركز الرابع لبى محمد بن سلطان بن رشيد الكتبي في رابع المراكز، والمركز الخامس، خامس المراكز بنشوف هناك المتابعة. عموما على كل حال المراكز البقية لها متابعة مع اللجنة المنظمة على خط، مع خط النهاية. نعود بالتوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام، والحذرة من حققت هذا الأداء الجميل والرائع. تهانينا محمد بن حمد بن شلويح العامري على هذا الفوز والتألق الجميل. حملت السلامات لأهالي مصانع الجنوب، بن شلويح من أحد أعضاء مصانع الجنوب التراثية والجميلة والرائعة. نعود مشاهدينا الأعزاء هذه الأعادة مع المخرج واللقطات الجميلة الذي تحتضنها قناة أبوظبي الرياضية. التوقيت الزمني للحذرة بنشوف على شاشة التلفزيون 7:39، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس على هذا الفوز المستحق، بينما المركز الثاني وصلت في المركز الثاني ملوح لمبارك بن محمد بالحب العامري، قطعت المسافة في فترة زمنية مقدارها 7:41 و5 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس على هذا الفوز، بينما المركز الثالث نشوف هناك شعار علي بن سهيل اليابوني الذي حقق التوقيت 7:41 و6 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس على فوز الذيبة بالمركز الأول، بالمركز الثالث عفوا.